تواجهت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية بموجة غضب إثر انتشار مقطع فيديو لحفل غنائي أقيم في موقع نصب الشهيد ببغداد. وأصدرت مؤسسة الشهداء بياناً أكدت فيه أن الشركة الراعية للحفل لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها والتي لم تتضمن الغناء. نتابع كيف تم تناول هذا الموضوع من قبل المدن. غردت روسيا اليوم على تويتر حفل موسيقي في نصب الشهيد ببغداد يثير جدل، ونشطاء يؤكدون الشهداء خط أحمر. خلينا نشوف ردود الأفعال الأبرز. وحول قضية نصب الشهيد ينضم ويانا مدير إعلام مؤسسة الشهداء الأستاذ باسم جهاد. بداية أستاذ، مساء الخير عليك. مساء النور. أريد أعرف من حضرتك تفاصيل الموضوع وكيف كان التنسيق مع اللي قامت هذا الحفل ومع الشركة أيضا. طبعا بالبداية لازم أتحدث عن النصب وكيفية دخول المواطنين. قبل 3 سنوات كان الدخول للنصب غير مسموح، لكن بقرار من رئيس المؤسسة تم السماح، بعد طبعا بعد أن قمنا بترميم وإعادة بعض يعني بعض الجوانب من النصب ليكون مهيئا لاستقبال المواطنين بشكل عام. 3 سنوات احنا نقوم باستقبال الطلبة من طلبة المعاهد والكليات وأيضا منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الوزارات. عندنا بعض الأماكن، عندنا المسرح، عندنا بعض الأماكن يتم تأجيرها لهذه المؤسسات مقابل مبالغ رمزية تروح رعاها إلى صندوق الشهداء. اللي صار ويا شركة الأفق، طبعا تم الاتفاق وياهم حالهم حال أي مؤسسة تجي تأجر بالنصب. احنا عندنا ضوابط نمشي عليها، اكو شروط يفترض تلتزم بها كل شركة نتفق وياها. الشركة وقعت على هاي الضوابط قبل الاحتفالية. اللي صار بأن هم خرقوا هذا، وخلال هاي الفترة اللي هي 30 ثانية احنا الى ان وقفنا الاحتفال، هو 30 ثانية وقفنا الاحتفال وتعهدوا بأن هم ما يكررون هذا الموضوع واستمروا بالاحتفالية. اللي صار بأن تسرب هذا الفيديو بشكل يعني تفاجأنا به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي احنا حذرنا الشركة، قلنا لهم بأن هذا الموضوع خرق للاتفاق. طيب شنو الإجراء اللي اتخذته المؤسسة ضد هذا الخرق؟ هذا اولا طبعا هذا خلال 3-4 أيام تم توجيه دائرة قانونية بتوجيه دعوة قضائية نحو هاي الشركة لأنها خرقت جانب مهم من بنود الاتفاق وهي مؤسسة الشهداء. طيب أستاذ، شنو هي الضمانات اللي ممكن تمنع تكرار هذا الموقف؟ المشكلة بأن احنا يعني يوميا يدخل إلى النصب تقريبا من 300، أحيانا بعض المواسم يوصل إلى 1000 شخص. احنا ما معقولة أن نخلي كل شخص مثلا موظفين، احنا قليلين، لكن احنا نحتاج إلى ثقافة التعامل ويا هكذا أماكن تحمل رمزية، تحمل مقدسات، تحمل يعني فلسفة خاصة للعراقيين. نعم، طبعا أكيد الشهيد العراقي له رمزية كبيرة لدى العراقيين. كيف ممكن نحافظ على أهمية هذه الرمزية وأهمية هذا النصب؟ أنا قبل ما أجاوبك على هذا الكلام، أنا بس أريد أقول لا، إحنا كمؤسسة شهداء ولا كموظفين نسمح بهذا التجاوز،
لا من قبلنا ولا من قبل أي جهة أخرى. اللي صار هو يعني عدم تصرف فردي. نعم 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 تصرف قد يجوز قلة وعي من قبل الجهة اللي 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 اللي, اللي قامت بالاحتفالية، وإحنا بالسرعة نفسها يعني ما تجاوزت الدقيقة إحنا قطعنا حتى التيار الكهربائي قطعنا على الاحتفالية إلى أن قدموا اعتذار وقدموا تعهد بعدم تكرار ذلك واستمروا. وكانت الأغاني اللي قدموها خاف واحد يقول أقول أكو ستيج وأكو كانت هي احتفالية اقتصادية مجموعة من المستثمرين وياهم عندهم توزيع جوائز عندهم أغاني وطنية كانت يعني من خلال هذه الاحتفالية. فهاي الخرق اللي صار هو خلال دقيقة واحدة، بتعرف انت هسه اذا يصير اذا واحد ما يلحق خلال دقيقة ان يقطع اي شيء اي خلل، فهو الخلل ابر لكن احنا كنا بالمرصاد. طيب استاذ، كيف احتويتوا مشاعر المواطنين لما ظهر هذا الفيديو؟ احنا نقدر مشاعر المواطنين لكن هو هذا التوضيح، يعني احنا التوضيح هو هذا بحد ذاته. اعتقد الناس ان شاء الله حتقدر هذا الموضوع وحتحس بان اكو اجندة وراء الترويج، يعني متأكد معظم اللي روجوا لهذه القضية هم يعرفون الحقيقة، والدليل بين المقطع ما تجاوز 25 ثانية، لو كان حقيقي كان تجاوز هذا الوقت. يعني هذا الموضوع مفبرك؟ لا مو مفبرك، لا العفو، الموضوع أنت قلت يحمل أجندات. شنو هي الأجندات؟ شنو أجندات؟ ها، المؤسسة الشهداء هو عنوان كثير من الجهات تريد، أنا ما أريد أدخل بالسياسة بشكل حقيقي لكن تريد هذا العنوان، يعني كون هو يمثل شهداء العراق وهو محسوب إلى جهة، فأكو جهات كثيرة تريد تضرب هذه الجهة. طيب يعني حضرتكم كمؤسسة شهداء يعني أعتقد تقدرون تميزون أنه هذه الشركة على قد المسؤولية وتقدر تتحمل الاحتفالية ضخمة مثل هذه أو لا؟ طبعاً هاي الشركة تتحمل هاي المسؤولية. طبعاً هذا التعامل أول مرة لو ثاني مرة؟ أول مرة، إحنا ما عندنا تعامل ويا هذه الشركة، لكن هي تعهدت وأعتقد أنا سلمت الأخوة الورقة اللي موقعين عليها بها بند من البنود بين احترام المكان. نعم. ويعني تكون حتى الموسيقى تكون ضمن يعني ضمن الأغاني الوطنية وتكون محترمة وأن ما تكون بها مثل ما قدموه هم. طيب يعني احنا ببلوك نقدم قضية ونكون حلقة وصل بين الموضوع وبين المواطن، شنو اليوم اللي مؤسسة الشهداء من خلال حضرتك تريد توضحها للمواطن؟ احنا نريد نقول المؤسسة الشهداء هي لجميع الشهداء، من ميز بين شهيد وشهيد؟ شهيد الماضي هو شهيد العراق وشهيد اليوم هو شهيد العراق، فنصب الشهيد هو رمز لمؤسسة الشهداء، هو رمز لكل شهداء العراق، ما معني ما يمثل فئة على فئة، هو يمثل كل شهداء العراق. شكرا لك أستاذ باسم لوجودك اليوم ويانا ببرنامج بلوك. أنا أشكركم وأشكر قناة العراقية وأشكر الشبكة وأشكر هذا التوضيح اللي وصل عن طريقكم وممتن لكم.